Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedia untuk soalan yang pertama daripada surah An-Nisa ayat 15 juzuk yang keempat muka surat 80. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. Sila sambung ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحوا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعدلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. حسبك. Soalan kedua daripada surah Yunus ayat 25 juzuk yang ke-11 muka surat 211. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Sila sambung ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم
فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون حسبك. Soalan yang ketiga daripada surah Al-Mu'minun ayat yang ke-75 juzuk yang ke-18 muka surat 347. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. Sila ulang ayat tersebut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين كل من الأول ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم حسبك. Soalan yang keempat, sila baca dari awal surah Ghafir. بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحدوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب
وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تك السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم حسبك. Soalan yang kelima daripada surah At-Tahrim ayat yang ke-8 juzuk yang ke-29 muka surat 561. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات سيلأولان آيات تسبق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين حسبك. Berpindah pada soalan tafsir. Soalan pertama daripada suratul Kahfi. Sila terjemahkan ayat yang berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Idza awal fityatu ila al-kahfi, ingatlah peristiwa tatkala
sekumpulan orang muda pergi ke sebuah gua. Faqalu rabbana atina min ladunka rahmah. Dan mereka berdoa dengan berkata, Wahai Tuhan kami berikanlah kepada kami dari sisimu rahmat. Dan berikanlah kepada kami petunjuk yang dapat memberi keselamatan kepada agama kami. Jawapannya tepat. Soalan kedua, sila nyatakan nas Al-Quran bagi terjemahan ayat yang berikut. Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana takutkan kepapaan. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepada kamu. Sesungguhnya perbuatan membunuh mereka adalah satu kesalahan yang besar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Inna qatlahum kana khita'an. Ulang sekali lagi. Wa la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana khita'an kabira. Jawapannya tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.